دي بي مكنة خارقة لكشف المزور، فيك تستعملها لأكثر من عملة. بتحط الأوراق النقدية بهاي الطريقة. هالمكنة الصغيرة بحجمها وكبيرة بمميزاتها بتقدر تاخدها معك وين ما كان وبتكشف أي عملة بدك إياها. هلا رح نجرب التي بي سوا بالمزور. رح جرب قطع عليها 100 مزورة. لما جربت مرق المية الدي بي ردت ليها لورا وعطتني ضوء أحمر لتأكد لي إنه هالمية مزورة. ورح نجربها سوا هلا بالدولار. بعد ما قطعت الخمسة دولار رح جرب قطع عليها 100 دولار مزورة. دي بي رفضت لي إياها للمية وضوت لي أحمر لتأكد لي 100% إنه هالمية دولار مزورة.